خمس معشوط كذا. استاذ انتم يعني خليتوا ليش هاي ما تتركوها اثناء مطالعاتكم؟ ترى هذا ما يفيد موكلي. هي نقطة قانونية جوهرية لك ان تاخذ فيها ولا تاخذ فيها. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سيدي يعني حقيقة أنا ما شاهدته في الجلسة السابقة خلاني أثير هذه النقطة. أنت تحدثت بأنه لا يمكن أن أخاطب جهة غير رسمية لجلب أوراق قضية الدجال أو قضية محكمة أمن الثورة. صحيح، أتفق معك. لكن هل يصادقني الزميل ويصادق هيئة الدفاع الزميل المدعي العام؟ نعم. بأنه استلم الأوراق من هذه الجهة أم لا؟ أي. فإذا كان صادقني على أن هذه الأوراق قد استلمت من هذه الجهة، أتفق مع المحكمة أنها جهة غير رسمية، والأوراق التي قدمت هي أوراق غير رسمية وغير صحيحة، ولا يمكن الاحتجاج بها كبين. الأمر الآخر سيدي، وأنا على أبني على ما تفضلتم به الآن، أنت قلت أنهم هذول شهود زور لأنهم شهدوا بخلاف الحقيقة والواقع. أحط الحقيقة والواقع بين قوسين. شهود الإثبات علي الحيدري عندما حضر إلى هذه المحكمة وتحت القسم أدلى بأقوال أيضا بعيد عن الواقع والحقيقة، ويفترض عدالة إذا كنا نقيس بقياس العدالة، يفترض أن يحضر علي الحيدري أمام هذه المحكمة وسؤاله لماذا أدليت بأقوال أمام هذه المحكمة خلاف الحقيقة والواقع التي أديت بها؟ قدمت طلب تحريري. نعم قدمت طلب. هذه أنا قدمت طلب. قدمت طلب تحريري يثبت هذه الجهة مجرد يعني. إذا تسمح لي فطرين. إذا تسمح لي. أنا قدمت وسجل بالمحضر وطلبت من هيئتكم المؤقرة إعادة استجوابه، هي واحد. والأمر الثاني إحالته بجرم الشهادة الكاذبة لأنه أدلى بأقوال منافي للحقيقة والواقع، وهذا الذي أنتم ثبتوه في المحضر ورد على لسانكم سيدي. بالتالي هل شهود الدفاع عندما لم يكن لهم أصل في شهادتهم أن يحولوا بجرم الشهادة الزور لأنهم قالوا الحقيقة حسب وجهة نظر الدفاع، هل هذا مقياس العدالة أصبح أن يحول شاهد الدفاع؟